لما نقول وردة شامية اليوم، شو أكثر المنتجات اللي فينا نحكي عنها والمنتجات اللي هي فعليا طبيعية 100%؟ أول شيء فينا نحكي عماء الورد اللي هي طبيعية 100%، منتج عن طريق التقطير، بالإضافة إلى منتجات تانية مثل شراب الورد، وعم نشتغل على كريمات مرطب وواقي شمس، بالإضافة إلى منتج السنة هو الشامبو. خلينا نحكي شوي شوي على كل منتج. فينا نقول ماء الورد اللي نحن ربينا عليه، يعني كل الصبايا والسيدات اليوم بتلاقي ماء الورد، حتى اهالينا امهاتنا بالبيت جزء اساسي لازم يكون موجود عند كل صبيه. لما نقول عن ماء الورد، الورد الشاميه، شو فينا نحكي عنه ميزات اكثر؟ بيستخدم اكثر شيء مرطب للبشره، والسيدات هلا عم يستخدموه لازاله المكياج لانه هي ماده طبيعيه 100%، وبالاضافه بيستخدموه للمأكولات، كل شيء اصناف حلو فينا نستخدمه. شو في كمان منتجات نحكي عنها؟ هدول كريمات طبيعيه، كريمات مرطب بشره ومرطب ايدين، وفي واقي شمس، واقي شمسي، وبالاضافه الى شراب الورد. واقي شمسي كمان من الورد الشاميه، حلو. هي كل الماده الاساسيه هي ماء الورد، نحن من ماء الورد عم نستخلص منتجات جديده. طب رد فعل الناس والصبايا كيف عم تكون على هيدا المنتج؟ هلا في اقبال، يعني فينا نقول في اقبال كمنتج جديد، لازم نجربه مشان نشوف. قديش اليوم حلو الواحد يشتغل من منتج طبيعي 100%، هو انتاج ارضه هون بالقريه، يعد هيدا فينا نقول المنتج جزء اساسي من حياه وتراث القريه. ربينا على الورد وماء الورد من نحن وصغار لهلا. قديش عمرك؟ 25 سنه. ورثانا عن الوالد فينا نقول؟ ايوه تمام. ورثة لاولادك هي؟ ليش في يمكن جهود يمكن بتمروا فيها، ظروف صعوبات بتقول مثلا اليوم قليل نشوف الناس عم تشتغل بالارض، حلو نشوف اليوم شباب مثلك واصغر متمسكين بارضهم عم يشتغلوا فيها رغم كل الظروف. الورد صاير مثل موسمه كثير صغير 20 يوم، فبيصير مثل العرس الوطني، يعني خلال 20 يوم بيخلص، فنحن بنشتغل طول السنه على هال 20 يوم، فمن اجدادنا لابائنا ل لهلا. كيف توصف علاقتك بالورد الشامية؟ موصول، ما في صلة وصل بين الورد وبين الإنسان، ما في، يعني هذا تراثنا. أكيد بدي أتشكرك وبدي أتشكر فعليا كل الشباب اللي مستمرين بالعمل بأرضهم، وهي نقطة كتير مهمة لما نشوف شباب صغار متمسكين بالأرض وعم يشتغلوا فيها للحفاظ على هيدا المنتج التراثي السوري.